انزل اصدقائي، حان الوقت لنلعب GTA 5. هذا هنا نختار، نقوم بتعديل الشخصية اولا قبل الدخول. نرى نقوم بتعديل الشخصية. ماذا العينين ام البشرة؟ يعني هيري تشيك، يبدو انني اختار هنا الاصل او الاصول. يعني اضغط انتر. انا لا اعرف اي شيء عن يعني هذه اول مرة ادخل الى الاونلاين حرفيا. اضغط انتر. ماذا؟ داد. سوف غير الاب. كيف سيكون هذه صورة الاب؟ وين يعني؟ يعني هذه صورة الأب. سننني نختار شيئا. يوجد هذه هؤلاء فقط. فأختار، سأترك هذا مثل أنا صيني يعني. ريسومبلانس، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني شيئا ما. الملامح تتغير. وماذا يعني هذا؟ يعني يميل الى الام او يميل الى الاب في الشباب الى الاله. اظن ما هذا هو. ماذا يعني هذا؟ اظن هذا الذي يعني هذا. على ما اعتقد اظن هذا هو. هنا عودي الآن مي اسك. لنختار فيتشرز مميزات. تعديل. حسنا، هذه الجلوز يعني الحجبين. ستاندار. هذا العينين لا يمكنني التقرب. هذا يمكنني التقرب. هذا الأنف تركناه في العينين. سأتركه على هذا الشكل. ثم تعديل الأنف على هذا الشكل. ثم تعديل ايضا نوع الانف. نعم، وهذا ايضا نوع الانف. يمكنني تدويره. نعم. ادري وشك. ماذا تريد؟ لا تزعجني يا رجل. هذا وجهك الى هنا. أظن هذا جيد. ثم هنا الخد. تشيك بونس، عظام الخد. صار يشبه بروسلي الآن مثلا. وهذه أيضا تريد أن تدخل الخدود. ثم الشفتين. تريد هذه يعني واضح يعني من الصورة. وهكذا. هذا فقط. اوكي، ابيرنس. الان وقت الشعر. هذا وجهك هنا، هذا وجهك هنا. نبحث عن شعر. تسريحة خطيرة. نبحث عن شعر مناسب.
جميلة. ما هو دروس لي الآن؟ شاكاكا. واو. كثير من أنواع الشعر. انظر إلى هذه. وصل عوسى جيدة. مجرد كرارس تقول له انظر الى هذا الصلات شعر العادي يعني. اذا هذا هو الشعر مش عارف ساختر واحد ساتركه على هذا الشكل الحجب مرة اخرى ساتركه بهذا الشكل اللحية نضع له اللحية هذه تبدو جيدة ما هذا؟ سكين بلومش الحبوب الحبوب في الوجه تريد أن تضع له الحبوب في الوجه الإلهي أو هنا بالأسفل خد ايوه في الفم الهي انه مرض الاكس يا الهي او في الرأس هناك الخيار نضعه فيما تريد او تضعه اصلا نعم ساتركه فيما ساتركه بهذا الشكل ثم هذا سكين كونفكشن يعني اشياء اخرى مميزة في الوجه شحيب الوجه ساتركها نوم نرى ماذا يوجد هنا نوع آخر من مميزات الوجه أتركها في نون سكين ديمج نفس الشيء هنا ضربات في الوجه أتركها في نون هنا لون العينين إنه نفس لون عيني يعني أين هي صباغة الخاصة بالفتيات هذا كان فيها يعني الأشياء الموجودة فيها ثم هنا الفتيات نعم نسينا لون الشعر لون الشعر دعني أضع اللون إذن هنا سأختار اللون العجوز ياسين دعني ضغط السهم تحرك للتسريحة يجب أن تختار بالماوس نضربه بهذا الشكل ثم نعمل لدينا أيضا هذا فقط لدينا يعود الحين لدينا
أتيرون. ماذا تعني أتيرون؟ ستريت. ملابس. هذه صارت دي الآن الملابس. عندي سأبدأ بها. نرى. انظر إلى هذه الملابس. خطير. أنا أريد أن نكون رسميين جدا. سأتركه بهذا الشكل. لدينا ستايل أوتفيت. هذا ستايل ثم تختار هنا نوع ستايل ثم لباس آخر. هذا مون هذا مون إذا غيرنا هنا ربما سيتغير الخيار الآخر على ما أعتقد. نعم رأيتم تغير الاختيار. سأتركه بهذا الشكل. وضعي مزري. ممكن أحصل أنا هذا قبعة. أي نوع من القبعات الجيدات؟ أظن هذه قبعة جيدة. نرى من أنواع القبعات الموجودة. أيضا هناك سماعات. لنرى كل القبعات الموجودة. فقط هذا. حسنا التي تعجبني سأختار واحد. سأتركه بهذا الشكل. ثم النظارات. لدينا النظارات. له اسم سأسميه ياسين. فقط ياسين. أنا حل الآن هنا يا أصدقائي. ضغط أكسبت. فنحن هنا معكم الآن. ما هذه الكمارة؟ ماذا لك أقول؟ بل تريد أن تقوم بتخطي يعني التدريبات؟ سنقول نعم نقوم بتخطي التدريبات حتى أنني لا أعرف كيف نلعب ولا غير ذلك. المهم نحن سنلعب مباشرة بدون تدريبات.